الحقيقه في تطوير كبير قوي بيحصل في قرى الصعيد، خاصه القرى اللي ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه. التطوير ده بيكون في كل المجالات التنمويه والاجتماعيه. خلينا نقول على سبيل المثال محافظه قنا مثلا، اللي فيها تم تخطيط حوالي 80% من القرى بشبكات الصرف الصحي، وان شاء الله على اخر السنه هيكون فيها تم الانتهاء من المشروعات دي بنسبه 100% من القرى. خلونا نعرف ايه هو حجم الانجاز اللي بيتم دلوقتي في قطاع المياه والصرف الصحي في قنا بالذات مع مراسلنا احمد الافيوني. صباح الخير عليك يا احمد. صباح الخير بسنت وصباح الخير محمد، تحياتي لكم بالفعل من محافظة قنا، واحدة من محافظات جنوب صعيد مصر التي عانت لسنوات طويلة من الإهمال والفقر وافتقاد لمظاهر الحياة الكريمة، لكن ربما الوضع هنا قد تغير تماما الآن ومع حلول يعني عام 2022. ونحن هنا في محافظة قنا، محافظة قنا كانت تغطى بقطاع المياه، مياه الشرب النظيفة بنسبة 58%، الآن تغطى بنسبة 98%. أيضا قطاع الصرف الصحي كان يغطى بنسبة 6% الآن، ومع يعني انتهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة وصلت نسبة التنفيذ 60%، ومن المقرر أن تصل إلى 100% مع انتهاء المرحلة الثانية من حياة كريمة. للمزيد من التفاصيل دعيني بسنت أستقبل معك وعبر الهواء مباشرة المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي هنا في محافظة قنا، للتحدث عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وأهمية هذا القطاع وماذا وصل من إنجازات في هذا القطاع هنا في محافظة قنا. مهندس رجب، بداية برحب بحضرتك، صباح الخير على حضرتك وعلى السادة. صباح الخير وصباح الخير على كل المستمعين وكل المشاهدين، وكل سنة حضرتك طيبين. باشمهندس رجب، يعني ربما هنا في محافظة قنا كنا نتحدث عن نسب يعني تغطية لمياه الشرب والصرف الصحي ضئيلة للغاية، الآن وصلنا لمراحل متقدمة، حدثني عن أهم الإنجازات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي هنا في محافظة قنا. حضرتك من 7 سنوات مضت كانت نسبة تغطية الصرف الصحي في قنا لا تتعدى 6%، بدخول مشروعات البنك الدولي وصلت السنة اللي فاتت بس ل 12%، مع حلول المرحلة الأولى من حياة كريمة اللي هي ثورة البنية التحتية وصلنا في الوقت الحالي 60% صرف صحي. بالنسبة لقطاع المية كانت نسبة التغطية في الحضر حوالي 60%، في الريف تقريبا كانت 2 أو 3%. الوقت اللي احنا فيه دلوقتي نسبة تغطية المية في الحضر 99%، الريف وصلت 98.5%، وإن شاء الله بحلول المرحلة الثانية هنكون أنهينا 100% مية وصرف الصحي مع المرحلة الثالثة 23-24 هتبقى تغطية صرف الصحي 100%، ودي اسمها الثورة فعلا في البنية التحتية في المياه والصرف الصحي. باشمهندس رجب، يمكن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 هي كوب مياه نظيف للمواطن، كيف انعكس ذلك على المواطن هنا في أقصى جنوب صعيد مصر في محافظة قنا؟ حضرتك بالنسبة لرسالة الشركات أو رسالة شركة مياه هنا هي فعلا كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن. اهتمينا بهذا ومن سنوات وما زلنا مهتمين وبنزيد الاهتمام، ان احنا عندنا من المعامل في كل مركز من مراكز محافظة قنا مركز مركزي، معمل مركزي لتحلية المياه. المعمل المركزي اللي عندنا واخد كل الايزو، واخد كل المعايير العالمية في تنقية المياه. في مشروعات المستدامة عندنا دلوقتي بنزيد من ونرفع كفاءة كل المعامل، وبنضخش كوب مية أو نقطة مية في الشبكة لما نتأكد أن فعلا المية مطابقة للمعايير ونسبة المواد المطلوب أن تكون موجودة في المية مطابقة تماما، لأن دي فعلا المية اللي احنا بنشربها لازم يشربها أهالينا ولازم يشربها أولادنا، لازم أن تكون نظيفة 100%. باشمهندس رجب، ونحن نتحدث عن نسبة يعني تغطية 98% لقطاع مياه الشرب هنا في محافظة قنا ونسبة 60% لقطاع الصرف الصحي، ماذا عن حجم الاستثمارات التي تم ضخها خلال السنوات الماضية لتقديم خدمة جيدة هنا في محافظة قنا؟ حضرتك تعلم أن كانت الخطة بالنسبة لنا لا تتعدى 100 مليون في السنة. النهاردة اللي حضرتك بتتكلم على 7 سنوات الماضية وصلنا من 6 ل 7 مليار، تخيلوا الرقم. يعني المفروض المشروعات اللي احنا نفذناها في الفترة الماضية ديت كانت تنفذ في 30 أو 40 سنة قادمين، ولكن بالمبادرة الرئيسية
الغير طبيعية فعلا ان احنا فعلا بننفذ مشروعات تحت ضغط وتحديات غير عادية، ان احنا ننفذ فعلا في فترة وجيزة مشروعات المفروض البرنامج الزمني بتاعها من 30 ل 40 سنة بننفذها في سنة واتنين، وده يعني مش عايز اقول لك ده مش تحدي، ده اعجاز على ارض مصر كلها وخصوصا الصعيد اللي كان فعلا لا ينعم بهذه الخدمة سواء كانت ماء او صرف صحي. باشمهندس رجب، مع يعني تغطية حياة كريمة هنا في محافظة قنا، ربما محافظة قنا أيضا يعني تتماشى بالتوازي مع مشروع تنمية الصعيد، تنمية محافظات الصعيد، واللي هو مقرر له 500 مليون دولار لمحافظتي قنا وسوهاج في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ماذا عن هذا البرنامج، برنامج تنمية صعيد مصر هنا في محافظة قنا فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي؟ حضرتك البرنامج ده كان بدأ قبل ما المبادرة تبدأ، احنا كان عندنا أربع قرى من مراكز محافظة أبو طشت وديشنا، بالنسبة لقطاع المية يعني نفذنا حوالي من 22-23% نسبة تغطية، بالنسبة للصرف الصحي نفذنا حوالي 6% للصرف الصحي تكلفته تبقى عالية. أما بدخول المبادرة فيعني مش عايز أقول لك العمل لا ينقطع ليلا ونهارا سواء كان من الجهات المنفذة أو الجهات المشرفة من الاستشاريين، العمل 24 ساعة فعلا. إحنا نسبة التنفيذ للمبادرة المرحلة الأولى دلوقتي وصلت فينا من 77-80%، وإن شاء الله في خلال شهر أو شهرين سيتم افتتاح مشروعات بالكامل سواء كانت بنية تحتية أو مشروعات أخرى اللي هي الصحة أو الشباب الرياضة أو الزراعة أو التضامن أو كل، ولكن بالتركيز في قطاع الماء والصرف الصحي شهر او اتنين هنبدا الناس في اهلنا في انه ينعموا فعلا بخدمه مميزه جدا في المناطق اللي كانت تحرم وكانت بتروح لهم المياه بالعربيات، والصرف الصحي كان صعب جدا ان احنا كنا نوصل لهم صرف صحي، فالنهارده الحمد لله بقى متيسر جدا ان احنا نوصل الخدمه، وان شاء الله في خلال الشهرين دول المرحله الاولى تنتهي وبالتوازي المرحله الثانيه اتخطط لها وبدا فعلا الناس تعمل حاجه اسمها الرفع المساحي، وهنبدا ان شاء الله من الشهر الجاي في المرحله الثانيه. اشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. اذا بسنت، كان هذا هو لقاؤنا مع المهندس رجب عرفه رئيس مجلس اداره شركه مياه الشرب والصرف الصحي هنا في محافظه قنا، حول انجازات عديده قد تحققت هنا على ارض الواقع في محافظه قنا فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظه قنا. وعوده اليك بسنت مره اخرى في الاستوديو من محافظه قنا، كل الشكر ليك مراسلنا احمد الافيوني ولضيفك الكريم.